إذن السلام عليكم، تحية طيبة جديدة متجددة لجميع الشعب الجزائري العظيم وكل أمة شمال إفريقيا. إذن من بلايا الأمم ومن مناظر تخر الزمان آخر الزمان، لدينا جيران يسمون المغرب، ومن سوء الطالع يفتخرون بالسلاح الإسرائيلي كيان الصهيوني، ويفتخرون بالعلاقات معه، ويفتخرون بتهديد جيرانهم الجزائريين بأن لهم الدرون الإسرائيلي. يعني للأسف الشديد، يعني والله كما يقول المثل هنا بالجزائر، هم يبكي وهم يضحك، هذا من الهم اللي يضحك. يعني تفتخرون بعلاقات مع إسرائيل وعلاقات مع دولة محتلة غاشمة ظالمة، يعني تقصف الأطفال وتقتل، دولة معادية للدين الإسلامي الذي تعتنقونه. يعني أحيانا يعني أخجل من شعب يتقاسم مع الدم وجاري يفكر بهذه الطريقة. ولكن الظروف، وكما يقولوا الأيام عاهرة والزمان عاهر، يعني كل أسف ما نسبوش الدار، ولكن لله حكم في الأمور. بالنسبة يقولون أن الجزائر زودتها إيران بالدرون وأشياء من هذا القبيل، يعني كلام تافه. الجزائر تشتري السلاح على روسيا من ملايير السنين قبل حتى الاستقلال، وتشتري السلاح على الصين، وأحيانا تنوع تشتري من إنجلترا إيطاليا أمريكا جنوب إفريقيا، تنوع يعني الجزائر وخاصة روسيا، وتشتري كذلك من عند الإيرانيين. فيعني كلام تافه في تافه. أنا أصبحت أخجل لما أرى ناس تفتخر ويعني تضع العلم المغربي أمام علم يعني إسرائيل وأمريكا. يعني السعودية والإمارات والبحرين هم طبعوا بحكم الموقف، موقع لا نبرر لهم، لكن بحكم الموقع الجغرافي، وقطر وغيرهم بحكم، حتى تركيا هم انبطحوا، لكن لا يبررون هذا الشيء، لكن لا يستقون بإسرائيل على حساب المسلمين والجيران هكذا لا. فنحن ابتلينا بجيران يعني خارج مجال التغطية الدينية والتوعوية والإنسانية والثقافية والأخوية وكل شيء. فسبحان الله، هؤلاء يعني لم نرى مثلا أماراتي أو سعودي أو بحريني يفتخر بعلم إسرائيل أمام بلده، أو حتى تركي يفتخر، بالعكس تركيا مظاهرات عارمة، لكن هؤلاء ليس فقط يفتخرون، بل يفتخرون ويهددون جيرانهم. يعني أنا أقول لكم في الجزائر أغنى، لديها الأموال وتشتري السلاح من روسيا ومن الصين ومن إيران ومن أمريكا ومن كل شيء، يعني ولديها جيش الوطني الشعبي بكل أبناء الشعب، لا تحتاج. هؤلاء فقط دول لدينا معهم علاقات، نحتاجهم، نشتري منهم، يشترون منا لتتوصل الحياة، لكن أنتم حالتكم حالة. فسبحان الله، سبحان الله، الله يهدينا ويفتح على هذه الأمة الإسلامية إن شاء الله الخير. إن شاء الله.